ازيك يا ولاد، عاملين ايه؟ ده بحث استرسالتي بتقدمه مدرسة منارة اليوبلس، بيساعدنا ازاي نقدر نعمل بحث من اول خطوة لحد اخر خطوة، هنتعلم من خلاله عن ايه هي الخطوات بتاعة عمل البحث. البحث ده اعداد مستر احمد السيد ومس اي ايهاب، تقديم مستر محمود عبد الوهاب. هنفترض دلوقتي اللي احنا معانا 4 مواضيع، زي ال4 مواضيع اللي معاكم بالظبط. هنختار منهم موضوع واحد. الموضوع ده نشوف ايه هي خطوات عمل البحث وازاي هنمشي في البحث من خلال الموضوع ده. تعالوا نشوف الموضوع اللي احنا اخترناه. زي ما قلنا اللي احنا فرضنا اللي احنا معانا 4 مواضيع، ال4 مواضيع دول هنختار منهم موضوع. الموضوع ده اللي هو الزراعة. أول حاجة أنا كطالب أول ما اختار الموضوع بتاعي أقرأ العناصر كويس قوي، وكل عنصر أقراه أحدد أنا هستخدم هنا مادة إيه. أول عنصر عندي اللي هو أهمية الزراعة لمصر، هنا هقدر أستخدم العربي والسوشيال. تاني عنصر عندي اللي هو توضيح عملية البناء الدولي، هنا أقدر أستخدم الساينس. تالت عنصر عندي حقل على شكل مستطيل، اقدر استخدم هنا الماث. رابع عنصر كتابة لافتة باللغة العربية وباللغة الأجنبية، هنا اقدر استخدم عربي وانجلش. طب ليه يا مستر العناصر مهمة؟ عشان نجاح البحث بيتوقف على تحقيق العناصر دي. انت لو حققت العناصر دي يبقى البحث بتاعك ناجح. طيب ليه يا مستر بقسم كل عنصر استخدم هنا مواد ايه؟ عشان يسهل عليك عملية البحث. دلوقتي انا بحقق العنصر الاولاني، يبقى انا وانا بحقق العنصر الاولاني معايا الكتب بتاعت المدرسه اللي هو كتاب العربي وكتاب السوشيال وبدور فيهم. طب ده انا دخلت دلوقتي على الويب سايت بتاع الوزاره او بنك المعرفه او ستادي دوت اي كي بي، يبقى انا بدور في الركن بتاع العربي والركن بتاع السوشيال، يبقى انا بسهل على نفسي عمليه البحث. تمام. طيب خلاص، انا دلوقتي يا مستر اخترت الموضوع وقريت العناصر وفهمت كل عنصر انا هستخدم المواد بتاعته ايه. الستيب اللي بعديها هتخش على الويب سايت المدرسه وتعمل داونلود للتمبلت بتاع الموضوع. كل موضوع من ال4 مواضيع اللي معاك ليه تمبلت. انا دلوقتي اخترت موضوع الزراعه، فانا هعمل داونلود للتمبلت بتاع الزراعه وابدا اشتغل عليه. تمام. وباكد ان ده بحث افتراضي، يعني الموضوع ده مش موجود، احنا فرضناه ومن خلاله هنتعلم الخطوات. تمام. تعالوا نشوف لما نعمل داونلود للتمبلت ايه هو شكل التمبلت واهميه التمبلت اللي معايا. دلوقتي انا عملت داونلود للتمبلت بتاعي، واهميه التمبلت اللي هو مقسم لي مكان لكل حاجه، مكان لعنوان الموضوع، مكان لرقم التعريف، مكان للمقدمة. أنا أوريدي عملت البحث. تعالوا دلوقتي هنعرف إزاي أنا حققت كل حاجة هو طالبها في التمبلت ده. طيب أول حاجة هو طالبها هي عنوان الموضوع. طب يا مستر عنوان الموضوع هل هكتب كلمة زراعة بس؟ مش غلط، بس إحنا عايزين نكتب جملة تعبر عن أهمية الموضوع. طب أنا أعرف منين يا مستر أهمية الموضوع؟ أنا لسه ما دورتش على المعلومات كلها. ملحوظة أو نصيحة بسيطة كده، قبل ما تخش في الموضوع وتكتب تعال نعمل سيرش على الموضوع نفسه ونقرا ونجمع معلومات عامه عن الموضوع. دلوقتي انا عملت سيرش عن كلمه زراعه بس، وبجمع معلومات عامه عن ايه هي الزراعه. اهو هنا لقيت تعريفات ولقيت فيديوهات وسمعت وجمعت، بقى معايا انفورميشن كتير جدا عن الزراعه. الانفورميشن دي هتساعدني في حاجات كتير، دي انفورميشن عامه مش تخص اي عنصر، لا بس هتساعدني. تعالوا بقى هنشوف هتساعدني في ايه. اول حاجه الانفورميشن العامه دي هتساعدني فيها اللي هي عنوان الموضوع. احنا قلنا ان عنوان الموضوع، يعني ايه عنوان الموضوع يا مستر؟ يعني انا بدور على جمله بتعبر عن اهميه الموضوع. مثال بسيط هيوضحها لنا اكتر، ماتش الاهلي والزمالك. انا عايز جمله تعبر عن اهميه الماتش، فبنقول مباراه القمه. تمام. جمله من كلمتين قدرت اعبر عنها باهميه الماتش، هو ده العنوان. انا عايز جمله بتعبر عن اهميه الموضوع، فانا من المعلومات اللي جمعتها لقيت ان انا العنوان بتاعي اقدر اقول ان الزراعه كنز مصر الاول منذ القدم. واحد تاني يقول لي لا انا اقدر اقول ان الزراعه مفتاح الحياه. واحد تاني يقول لي الزراعه من اهم الموارد. براحتك، العنوان ده مش كونستانت، كل واحد يكتب العنوان اللي هو شايفه مناسب للموضوع بتاعه او مناسب لاهميه الموضوع من وجهه نظره. تمام، كتبت عنوان الموضوع. تعال نخش عند البند اللي بعديه. تاني حاجه بيطلبها منك الرقم التعريفي. ايه يا مستر الرقم التعريفي ده؟ الرقم التعريفي ده يا ولاد بالظبط زي رقم الجلوس اللي كنا بنكتبه في الامتحانات بالظبط. طب اجيبه منين يا مستر رقم الجلوس ده؟ في على الويب سايت بتاع المدرسه، المرحله بتاعتك والاسم بتاعك هتلاقي جنبه الرقم التعريفي ده لو انت بتعمل البحث لوحدك. طب لو انا جروب يا مستر، لو انت جروب من 3 طلاب هتقوم كاتب 3 اكواد، 4 طلاب تكتب ال4 اكواد بتاعتكم، 5 طلاب تكتب ال5 اكواد بتاعتكم. تمام. خلاص، خلصت التاني بند، نخش على المقدمه. ايه هي المقدمه دي يا مستر؟ بص يا حبايبي، المقدمه دي باختصار كده هي موضوع تعبير عن الموضوع بس في صوره مختصره. يعني انا عايز اكتب موضوع تعبير عن الزراعه بس من خلال ال40 ل50 كلمه. اهو هو محدد لي من 40 ل50 كلمه.
يبقى انا هكتب موضوع تعبير. طب الانفورميشن هكتبها بقى، هجيبها منين؟ مش فاكرين ان انا قلت لكم نجمع انفورميشن عامه عن الموضوع الاول؟ هي هتفيدني هنا، اقدر من خلال الانفورميشن اللي انا جمعتها والسيرش اللي انا عملته اكتب موضوع تعبير بصوره مختصره من خلال 40 ل 50 كلمه في الجزء ده. تمام، اه قلنا الزراعه واحده من اهم المنح والكلام ده كله. تمام يا مستر، حققت وكملت المقدمه وخلصت. نبدا بقى نحقق العناصر، وده اهم جزء، وزي ما قلت لك نجاح الموضوع متوقف على تحقيقك للعناصر. اول عنصر معايا اللي هو اهميه الزراعه بالنسبه لمصر. احقق العنصر ده ازاي يا مستر؟ احنا حددنا دلوقتي ان العنصر ده اقدر اعمل سيرش عليه في العربي والسوشيال. افتح كتاب المدرسه بتاع العربي وابدا ادور عن اهميه الزراعه بالنسبه لمصر. لقيت انفورميشن، تمام، اسجلها واسجل الانفورميشن دي من كتاب المدرسه صفحه كذا. تمام. طب وانا عارف، وقلنا برضو اللي انا اقدر الاقيها في السوشيال، افتح كتاب السوشيال وادور، لقيت انفورميشن اسجل الانفورميشن اللي انا لقيتها وكتاب المدرسه صفحه كذا. طب ليه يا مستر بسجل اللي انا الانفورميشن دي في كتاب اللي انا جبتها منين؟ عشان في بند في الاخر كده هقوله بعد شويه اللي اسمه المصادر. المصادر دي يعني انا جبت المعلومات اللي فوق دي كلها منين؟ فكل معلومه انت بتحطها في البحث لازم تكتب له انا جبتها منين؟ انا جبت معلومه من كتاب المدرسه، فهقوم كاتب له كتاب المدرسه، كتاب العربي. تمام، جبت معلومه من كتاب الدراسات، اكتبت كتاب الدراسات. جبت معلومه من على ستادي دوت اي كي بي، زي ما انا هعمل دلوقتي هكتب له اللينك بتاع المعلومه دلوقتي. تمام خلاص، يبقى انا دلوقتي نرجع تاني اهميه الزراعه بالنسبه لمصر. انا دورت في كتاب المدرسه وطلعت المعلومات اللي عندي، دورت في كتاب السوشيال وطلعت المعلومات اللي عندي، ناقص اللي انا ادور على الويب سايت بتاع الوزاره او بنك المعرفه ستادي دوت اي كي بي. اخش انا دلوقتي على ستادي دوت اي كي بي واشوف ايه هي المعلومات اللي اقدر اجيبها عن الزراعه. تعالوا نشوف. زي ما احنا شايفين يا اولاد دلوقتي انا دخلت اهو على ستادي دوت اي كي بي وكتبت في الجزء بتاع العربي او الجزء بتاع السوشيال الزراعه ومعلومات عنها. جالي فيديو عن معرفه المصريين القدماء بالزراعه. بص يا حبايبي، قبل ما اخش واتفرج على الفيديو، هو دلوقتي انت هتدوس هنا ستارت، الفيديو هيتفتح وتسمع منه المعلومات اللي هو بيقولها. شايفين اللينك اللي فوق ده؟ لازم الاول اخد اللينك ده كوبي. طب ليه يا مستر هاخده كوبي؟ هعمل بيه ايه؟ هحطه في المصادر، ما هو ده مش لينك انا هجمع منه معلومات، يبقى لازم احطه في المصادر بتاعتي. طب قبل ما نسمع الفيديو تعالوا نشوف هنحطه ازاي في المصادر. ادي كوبي اهو، تعالوا نشوف هنحطه ازاي في المصادر. اهي يا اولاد البند اللي انا كنت بقول لكم عليه اللي هو المصادر. انا دلوقتي اللينك اللي انا خدته اهو حطيته هنا، اهو هو ده اللينك اللي انا خدته، فانا حطيته هنا. وزي ما قلت لكم فاكرين المعلومات اللي احنا طلعناها من كتاب المدرسه؟ اهو يا اولاد كتبت كتاب الدراسات الاجتماعيه صوت كذا وصوت كذا. يبقى البند ده انا بحط فيه كل حاجه، معلومه انا جبتها منين بحط انا جبتها منين. عرفنا بناخد اللينك ازاي؟ ناخده قبل ما افتح الفيديو، اخده كوبي واقوم حاطه هنا. تمام، كتاب المدرسه طلعت منه حاجات، اكتب كتاب المدرسه، كتاب الدراسات الاجتماعيه، كتاب العربي، كتاب الماس، كتاب الساينس، واقوم كاتب صوت كذا انا طلعت منه المعلومات. يبقى احنا كده فهمنا ايه هي المصادر وازاي احطها. تمام، تعالوا بقى نسمع الفيديو واشوف انا هستفاد ازاي واطلع الانفورميشن من الفيديو ده. بص يا اولاد انا دوست ستارت، ظهر لي الفيديو اهو وابدا اشتغل اهو. قديم في الوادي بعد ان عاش فتره من التنقل والترحال وعمل هناك بالزراعه وقد ترتب على ذلك. بالظبط زي ما انتم سامعين كده يا اولاد، هيبدا يديني معلومات عن الزراعه. المعلومات دي ابدا اسجلها في ورقه جنبي، وانا خلاص انا خدت اللينك وحطيته في المصادر، فكل المعلومات اللي انا بكتبها دلوقتي انا واخدها من المصادر. جميل قوي كده، انا جمعت كل المعلومات ان انا اقدر اكتبها عن اهميه الزراعه. خلاص يا اولاد كده انا جمعت كل المعلومات عن اهميه الزراعه بالنسبه لمصر من كتاب المدرسه ومن معلومات العامه اللي انا طلعتها من جوجل ومن ستادي دوت اي كي بي، وسجلت كل المعلومات دي. ابدا اكتب المعلومات دي باسلوبي بقى، يعني اكني بكتب برضو موضوع تعبير بس من خلال المعلومات اللي معايا اللي هي تخص اهميه الزراعه بالنسبه لمصر، اكتبها باسلوبي في الجزء ده. خلصت كتبتها باسلوبي اهو زي ما انتم شايفين. تمام، طلب مني هنا، كان في هنا صورتين طلبهم مني اللي انا احطهم. نقيت صورتين مناسبين للموضوع، صورة بتعبر عن شكل الأراضي الزراعية في مصر، وصورة تانية بتعبر عن عملية البناء الضوئي للإيه؟ للزراعة، وإزاي بتتم، وإزاي هي الحاجات الزراعية بتاخد ثاني أكسيد الكربون مثلا وبتطلع أكسجين والكلام ده كله. جميل أوي، خلصت أنا كده العنصر الأولاني، أخش على العنصر التاني أهو اللي هو كان طالب مني عملية البناء الضوئي. زي ما احنا فاكرين يا اولاد ان احنا قلنا عمليه البناء الضوئي دي هطلعها من كتاب الساينس،
طب احنا مستر خدناها في كتاب الساينس، هي كان اسمها فوت سينسيس بروسيس. اوكي اشتغل بقى زي ما انت خدتها في الساينس، هي فوت سينسيس بروسيس. طبعا طلع بقى المعلومات اللي هي على الفوت سينسيس بروسيس بتاعتك، وابدا اكتب وجمع معلوماتك. ونفس الكلام بالظبط زي ما عملناه في العنصر الاولاني هنعمله في العنصر ده. هنخش برده على سلايد او كي بي ونطلع شويه انفورميشن على عمليه البناء الضوئي، ونجمع ونكتب وايه زي ما انا وجمعت كل المعلومات في ورقه بره، ابدا اجمع المعلومات دي اكتبها باسلوبي في البند بتاعها. جميل، تعال نخش على العنصر اللي بعديه. العنصر اللي بعديه زي ما تفتكروا يا اولاد كان مديني ارض على شكل مستطيل عايز المساحه بتاعتها. طيب احنا عارفين اللي احنا خدنا ده في الماس، المستطيل اللي هو ريكتانجل والمساحه اللي هي الاريا. طب يا مستر الحاجه اللي بتوقفنا دايما هو ما بيدينيش ارقام. بص يا حبيبي، هو ما ادكش ارقام، احنا بنفرض الارقام من عندنا. ادي ارقام افتراضيه انت بتفرضها من عندك. تمام. طيب اول حاجه في الارقام دي، تمام، انا اتخيل الاول الشكل بتاعي، هو بيقول لي على شكل مستطيل. تمام، يبقى انا اتخيل الاول انا عندي ايه؟ مستطيل. تمام مستر، رسمت مستطيل. طب ايه اللي انت بتحتاجه للمستطيل؟ اللينس والويدز. جميل، خلاص انا عارف اللينس والويدز. افرض الارقام بتاعتهم اهو، انا فرضت هنا اللينس 40 متر والويدز 20 متر. جميل قوي، جميل. طيب ايه اللي انت محتاجه عشان الاريا؟ محتاج رول. افتح كتاب المدرسه ادور عن الرولز للاريا، لقيته، اسجل بقى انا جبتها من كتاب الماس صفحه كذا، عشان خاطر احطها في المصادر. ما ننساش ان انا كل انفورميشن بتجيبها بتسجلها انت جبتها منين عشان تحطها في المصادر، ولو لينك بتاخد اللينك ده كوبي وتقوم حاطه في المصادر. تمام، تمام. الرول بتاع الاريا بيقول لينس تايم ويدز. كتبت الرول يا مستر، عوضت بالارقام اللي انت فرضتها. انا تخيلت ان الارض بتاعتي اللينس بتاعها 40 والويدز 20، واحد تاني هيتخيل الارض اللينس بتاعها 50 والويدز 10. براحتك، دي ارقام انت بتفرضها من عندك. اوكي، وطلعت الاريا بكام كده، انا حققت العنصر ده. اوكي، تعال نخش على العنصر الاخير اللي هو لافته تحث على حمايه الاراضي الزراعيه. اللافته يا اولاد اللي هو قال لي عليها، هو قال لي اكتبها مره باللغه العربيه ومره باللغه الاجنبيه. هكتب لافته بتحث على الاراضي الزراعيه. برضو الموضوع ده اختيار كل واحد يعبر من وجهه نظره. انا مثلا هكتب حافظ على الاراضي الزراعيه من التبريف، واحد تاني هيكتب ايه؟ ان الاراضي الزراعيه من اهم الموارد فحافظوا عليها. كتبتها خلاص بالعربي، اترجمها للانجليش. وممكن انت تكتب لغه، يعني تكتب جمله بالعربي وتكتب جمله تانية بالانجليش، براحتك جدا. تمام كده يا ولاد، خلاص حققت اللافته. نخش على اخر باند اللي هو النتائج. ده مش من العناصر. طب امال انا هكتب هنا ايه يا مستر؟ فاكرين يا اولاد المقدمه قلت لك هي موضوع تعبير صغنون بتعبر فيه من خلاله عن اهميه الموضوع؟ اهي النتائج، ده النتائج دي بقى بناء عليه، يعني انا عرفت اهميه الموضوع ده، فعلشان كده احنا لازم نعمل حاجات تجاه الموضوع ده. ايه هي الحاجات دي بقى؟ لازم نحافظ على الاراضي الزراعيه، لازم نطور منها، نزيد من الرقعة الزراعيه، نعمر الاراضي الصحراويه، براحتك بقى. يبقى النتائج انت عرفت اهميه الموضوع فبناء عليه. تمام؟ مثال يعني يا اولاد، انا عارف النهارده ان في ماتش مهم جدا، فبناء عليه انا هفضي نفسي وقت الماتش واتفرج عليه. يبقى دي النتائج، ان النتائج اللي ترتبت على اهميه الماتش ان انا هفضي الوقت بتاعي عشان اتفرج على الماتش. نفس الكلام بالظبط، يبقى النتائج دي الحاجات اللي انت هتستنتجها من الموضوع. انا استنتجت ان لازم ان انا احافظ على الاراضي الزراعيه من التجريف ونمنع التجريف، انا لازم نوسع الاراضي الزراعيه، لازم نعمر الصحراء، وحاجات كتير قوي. يبقى ده النتائج، يعني ايه ده مفهوم النتائج. يبقى الموضوع اللي انت بتكتبه بتشوف بقى انت لازم تعمل ايه تجاه الموضوع وبتكتبه في النتائج بتاعتك. تمام يا مستر، كتبنا النتائج خلصناها. المصادر، المصادر دي كل معلومه انا كتبتها في البحث بتاعي ابعرفه انا كتبتها هنا منين. يعني انا استخدمت ستادي دوت اي كي بي، تمام، واستخدمت برضه ستادي اي كي بي، واستخدمت كتاب الدراسات فكتبت، استخدمت الديزاين مات، تمام، واستخدمت الايه الماس ماثماتكس بوك. يبقى انا دي الحاجات اللي انا طلعت منها انفورميشن فكتبتها عندي في المصادر. وبكده يا اولاد انا قدرت اخلص البحث بتاعي واعمل البحث من اول خطوه لاخر خطوه بسرعه. كده يا اولاد تعالوا نمشي خطوات بسرعه ونفهم برضو البحث بطريقه اسرع او بطريقه مختصره تلم كل اللي فات ده. دلوقتي يا اولاد احنا هنتناول شكل البحث بعد ما خلص وعرفنا نعمله ازاي. ده المفروض يبقى شكل البحث بتاعك بعد ما تخلصه. اول حاجه عنوان الموضوع، وعرفنا ان احنا بنكتب جمله بتعبر عن اهميه الموضوع. بعد كده الرقم التعريفي، لو انت بتعمله لوحدك هتكتب الكود بتاعك، بس لو بتعمله كجروب هتكتب الاكواد بتاعه الجروب كلها.
بعد كده بتلاقي المقدمة. المقدمة قلنا هي من خلال 40 ل 50 كلمة موضوع تعبير بتعبر عن أهمية الموضوع من خلاله، تمام يا أولاد؟ بعد كده عناصر الموضوع، بتمسك كل عنصر وتجمع معلومات عنه من كتاب المدرسة، من بنك المعرفة، استاد اي كي بي، موقع الوزارة، أي ويب سايت تعليمي بتجمع معلومات وتسجلها. وما تنساش إن أي لينك بتستخدمه بتطلع منه معلومة بتاخدها كوبي وتحطها عندك في المصادر، تمام؟ وكتاب المدرسة طلعت منه معلومات بتسجل إن أنت طلعت معلومات من الكتاب، يعني سواء كتاب العربي، كتاب الماس، كتاب الساينس والصفحة بتاعته. تمام كده يا أولاد؟ ماشي. واديني كتبت اهو. وبعدين بعد ما بتجمع المعلومات دي كلها في ورقه بره، بعد ما بتجمع المعلومات دي يا ولاد في ورقه بره، تمام، بتبدا تكتب المعلومات دي باسلوبك، تختصرها كده باسلوبك وتكتبها. خلصت العنصر ده، رفعت الصور اللي هو عايزها للعنصر، صور مناسبه للموضوع، تمام يا ولاد. دخلت على العنصر الثاني اللي هو في السينثيسيس بروسيس، برضه جمعت المعلومات بنفس الاسلوب من خلال الويب سايت، اي ويب سايت اخش عليه، كتاب المدرسه وهكذا. وحققت برضو العنصر الثالث اللافتة، كتبتها باللغة العربية وكتبتها باللغة بالانجلش، تمام. عايز تكتب هنا جملة وهنا جملة مختلفة، ما فيش اي مشكلة. النتائج زي ما احنا قلنا يا اولاد، ان النتائج دي هي بناء عليه انا عرفت اهمية الموضوع ده، فبناء عليه انا لازم اتصرف بقى، لازم اخد قرار تجاه الموضوع ده، لازم اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واتجنب كذا واتجنب كذا واتجنب كذا. دي النتائج اللي انت المفروض تعمله، برضو زي موضوع تعبير بس التصرفات اللي انت هتعملها بقى، تمام يا اولاد. المصادر، ودي اللي احنا قلنا عليها، اي معلومه بتكتبها فوق في البحث بتسجلها اللي انت جبت المعلومه دي من اللينك الفلاني او من كتاب المدرسه الفلاني، تمام كده يا اولاد. برضو ما ننساش ان ده بحث استرشادي فقط، ده بحث بنعرفك من خلاله انت خطوات بحثك ماشيه ازاي او هتعمل ازاي. دلوقتي انت قدامك بقى 4 مواضيع، اختار منهم الموضوع وابدا امشي على الستيب دي. حدد عناصرك كويس قوي، افهم العناصر المطلوبه منك، تفعل، ابدا ابحث عن المعلومات. في اي حاجه وقفت قدامك، معانا الابليكيشن بتاع ادومودو، خش واسال واستفسر، ان شاء الله تقدر تطلع حاجه كويسه. ربنا يوفقكم جميعا.